أنا لله الحمد خرجت نتيجة السرطان أمس. اتصل بي الطبيب قبيل السفر يعني لأني أرتب أوراق السفر، وقال أريدك في المكتب. فذهبت إليه فقال لي: دكتور، أنت عندك سرطان ساركوم الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات. ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحدا به، لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض. فانضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسميا، انضممت لجماعة محاربي السرطان، ولا أدري لا أدري كم سيطول مكوثي في هذا الأرض، في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا. الذي أعلمه يقينا أني دخلت في معركة السرطان، ساركوما وأخبث أنواع السرطانات، والذي أعلمه يقينا أني سأدخل في هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر، وسينتصر انتصارا قويا جدا، ولن يبقي ولن يذر. لكن جميل أن يبعث الله عز وجل، أنا تأملت في الجانب المشرق، جميل أن يبعث الله عز وجل لك رسالة حتى توظب رحالك للقيا، وحتى تستعد لأن تلقى الله، وحتى تستعد أن تشد عضدك بالله، وحتى تبحر في طاعة الله. لهذا نصيحتي إليكم كالآتي: بعدما بلغت من العمر 43 سنة وما زلت يعني فتيا، لكن السرطان ظهر أنه قد نهش بي نهشة، أولا عليك بأسرتك، دور معها، التصق بأبنائك، لا تغرنكم الدنيا، الدنيا تعطي 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 ثم تصفع. مهما بلغت من مال وعقار وجاه ومنصب، مآلك تحت التراب، ولا تعلم متى يطرق ملك الموت بابك. هذه النصيحة الأولى. الثانية: عليك بأمك وأبيك ما استطعت، برهما ما استطعت، أحسن إليهما ما استطعت، على الأقل تجد من يدعو لك، وأصدق دعاء هو دعاء الأم لك. الثالثة: أحسن للناس، أحسن للناس ما استطعت كلاما وفعلا، واستقبل الناس دائما بوجه بشوش، وإياك أن تقنط من رحمة الله، استقبل كل ما يصيبك في الدنيا برضا، استقبل كل ما يصيبك في الدنيا برضا، فإن الله يحب كما تشكره على النعمة أن ترضى بالابتلاء، يحب الله كما ترضى بالنعمة أن ترضى بالابتلاء. والأهم من ذلك كله أن في النهاية موعدنا عند رب كريم، عند قاضي القضاء، فأكثروا من الخير في صناعة المعروف في الناس، وأكثروا من الخير في صناعة الخير بين الناس. ستجد ناس يحبونك وناس يكرهونك، المهم أن يكن الله قد رضي عنك. وأعظم ما يرضى الله به عنك: إلا من أتى الله بقلب سليم. أعظم أنواع الرضا: إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا لا أخفيكم أني أحاول أن أبقى متماسكا، لا أخفيكم، لا أخفيكم أن أحاول أن أبقى متماسكا، لا أخفيكم أحيانا الأفكار تأخذني يمنة ويسرة يمينا وشمالا، ولا أخفيكم أحيانا أقف على حافة الانهيار، وأحيانا أكون في قمة الصبر، فهذه النفس بشرية. لكن أشكركم جميعا،
أشكر من وقف ودعم وساند، أشكر من دعا، أشكر كل من أحسن الظن بي حتى لو أخطأت، أشكر كل من دعا لي حتى وإن كرهني. أشكركم جميعا، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتولاني وإياكم بالرضا. عيشوا حياتكم بحب، ابقوا مع أسرتكم، بروا بآبائكم وأمهاتكم، لا تدخل في كثير من النزاعات في الدنيا، لا تكثر من نزاعاتك في الدنيا، فإنها كلها تسجل وتكتب، والحكم الذي يحكم في كل نزاع صنعته هو الله، ولا يخفى عليه خافية، وسنبرز لله الواحد القهار. أعلم أن الناس يزعجها كلمة سرطان ويرعبها، لكن على قدر العوض أو على قدر إيمانك في العوض يهون عليك المصاب، على قدر إيمانك بالعوض يهون عليك المصاب. لهذا انضممت لجروب محاربي السرطان، أسأل الله أنهم يقبلوني، وسنخوض معهم معركة صراع الشفاء والتعافي، إما أن أنتصر وإما أن ينتصر المرض. لا أخفيكم أنه يعني بدأ يرفع ألويته على جسدي، لكن في المقابل سنحسن الظن، إن انتصرنا فبها ونعمت، وإن لم ننتصر فسيأتي يوم وأحد ما سينتصر. أنا أعلم أني أزعجتكم في هذا الأمر، لكن الظاهر أن الله عز وجل ابتلاني بأندر أمراض السرطان، وهو ساركوما الخبيث. وساركوما الخبيث سبحان الله من أندر أنواع السرطان، وله 50 نوع، وابتليت به. لهذا أنا لا أريد منكم إلا الدعاء الطيب، ولا أريد منكم إلا أن تكونوا عونا لنفسية أخيكم الطيبة. المرء قوي بإخوانه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أحيانا لما وصلني الخبر، اتصل بي الطبيب وذهبت، يشهد الله تلقيته بمدى كل الرضا، قلت قدر ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. لكن أحيانا تأخذك الأفكار في مغادرة الدنيا حينما تنظر لأبنائك، فتقول يعني كذا وكذا، أفكار إنسان ضعيف. أحيانا الإنسان ينسى أن العون هو الله، والمربي هو الله، والسند هو الله، إن الله معنا. فأنا رسالتي لجميع مرضى السرطان، أقول لهم نسأل الله الشفاء لكم جميعا، كنا سابقا ندعو لكم ونحن خارج الدائرة، كنا سابقا أدعو لكم وأنا خارج الدائرة، الآن أدعو لكم وأنا في منتصفها. كنت سابقا أدعو لكم ولا أشعر بآلامكم وعد الأيام والثواني التي تمر عليكم، الآن أنا معكم أعدها عدة. كنت سابقا نسمع بالسرطان، نقول نسأل الله له الشفاء، ثم نولي ولا نعقب ونعيش حياتنا، الآن أدعو نسأل الله الشفاء بيقين عجيب ورضا أعجب. أشكر لكل الشباب الإمارات الذين دعوا لي ووصلت لي دعواتكم الطيبة الجميلة الرائعة، أشكركم شباب وطني. أشكر شباب العراق، الأردن، السعودية، مصر، المغرب العربي، سوريا، أشكر جميع من وقفني وساندني ودعمني. أعلم أن قلبي موجوع، ولم يعني يرد في خاطري أني سأبتلى به أبدا، لكن سهام القدر تأتي، والحمد لله على قدره، والحمد لله على نعمه،
لهذا كما قلت لكم عيشوا حياتكم ما استطعتم، تلذذوا في الحياة لكن ليس بالحرام، ولا تغرنكم الدنيا، لا يغرنكم، اعتبروا الذي يكلمكم الآن إنسان على موعد مع ربه أيا كان، سواء شفيت أم لم أشفى، لكن نصيحتي لا تغرنكم الدنيا ولا البهرج الذي ترونه، لا تغرنكم مهما تزينت وتألقت لكم، لأن موعدنا المغادرة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فإياكم أن تغرنكم. لهذا ابقوا مع الله، دوروا مع كتاب الله حيثما دار، وتحلوا بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلوا قلوبكم كسيعة السماء لا تقابل لساء بالإساءة، اختاروا دائما العفو من الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى واصلح فأجره على الله. والأهم من هذا والأعلى من هذا، كونوا كالمطر، أينما مررتم نفعتم وسقيتم، أينما كنتم هطلتم بالخير والحب. والأعجب من هذا والأهم من هذا كله، تمنوا الخير حتى لمن يكرهكم، حتى اللي يكرهك تمنى له الخير، لأن الله يعطي على النوايا ما لا يعطيه على الأعمال، الله عز وجل يعطي على النوايا ما لم يعطي على الأعمال. فنسأل الله الشفاء للجميع، وعذرا لم أخرج أمس، وعذرا لن أطيل عليكم اليوم، فأحببت أن أخبركم لأن الجميع يسأل، كثير من الإخوة المقربين لي نصحوني أن لا أخرج وأتكلم بنوع السرطان، كثير من الناس قالوا احذر ولا تتكلم والناس كذا، قلت لا علي، فنحن أمة مباركة، ربما فيها أشعث أغبر، لو رفع يديه إلى السماء وأقسم على الله لا أبره. الظاهر أن رحلتي قريبة للعلاج جدا جدا جدا، وربما هذا الشعر الذي سعيت لأربيه أن يتساقط، لأني سألتحق بجروب الإخوة محاربي مرض السرطان، ورحلتي قريبة، فلا أعلم إن كان جسدي يعينني على الخروج لايف أم سيكون ضعيفا، ولا أدري إن كنت ساقو على الكلام أم كنت أريد فقط أريد أن أرتاح، لكن الذي أعلمكم إياه يقينا أني أحبكم ودعواتكم لي، وأسأل الله لي ولكم الشفاء والرضا، وأسأل الله عز وجل أن يشافي كل مريض سرطان. ولا أريد أن أطيل عليكم، فالقلب يمتلئ كثيرا، وأسأل الله أن يجعله يمتلئ برضا الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وعجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، والحمد لله على ما قدر، واعلم يقينا إن البلاء لينزل بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فشكرا لكم جميعا ودعواتكم لي، ولا تنسوني من الدعاء، وكل رسالة منكم تصلني، كل دعوة جميلة منكم تصلني، أحببت أن أشارككم بوجعي، لأن المحب كما تشاركه بفرحك شاركه بوجعك. ولا أدري لعلي ألقاكم بعد هذا اللايف أم لا، لكن أسأل الله أن يقويني ويقذف العزيمة في قلبي، وأن يشافيني ويشافي كل مريض مسلما كان أم غير مسلم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع من شأنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.